أشرف صباح اليوم وبمناسبة الفاتح نوفمبر والي ولاية برج باجي مختار على تدشين بعض الهياكل الجديدة منها مجمع مدرسي، فيما سيتم تسجيل عمليات المماثلة في العام المقبل. وقد تخللت هذه المناسبة توزيع مقررات استفادة للسكن، فيما تم تكريم جميع المشاركين في هذه المناسبة. تم أيضا منح 6 حافلات للنقل المدرسي مناصفة بين بلديتي برج باجي مختار وتمياوين. التغطية لأحمد طمري. اليوم الذكرى 67 لاندلاع الثورة، كانت لنا عدة نشاطات: تدشين مدرسة جديدة، مجمع مدرسي، وأيضا الحالة المدنية لبلدية برج باجي مختار. هذا العمل هذا يأتي في إطار تحسين المرافق العامة.